كلمة عابرة لوزير العمل والضمان الاجتماعي الهاشمي جعبوب تحت قبة مجلس الأمة، وصل صداها إلى قصر الإليزي. عدوتنا فرنسا التقليدية والدائمة عندها عجز في منظومة الضمان الاجتماعي ب 44.4 مليار أورو. فرنسا فهمت الرسالة جيداً، فالجزائر غير راضية على مواقفها المتذبذبة التي تعكر صفو العلاقات بين البلدين. في الوقت اللي يعني نطمح إلى بناء علاقات هادئة وهدنة كما تفضلت والرئيسين عبرا ذلك، هذا فقط دبلوماسي، ولكن على أرض الواقع المناورات قائمة من طرف فرنسا، خاصة في ملف ذاكرة في ملف التجارب النووية. أقولك لمعلوماتك، لحد الآن فرنسا لم تعترف ولن تعترف بما حدث في إرقان وفي أيكار وغيرها من مناطق الجنوب فيما يخص التجارب النووية. وتأجلت زيارة وفد فرنسي إلى الجزائر بقيادة رئيس الوزراء جون كاستيكس بعد رفض الجزائر تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي الفرنسي إلى 4 وزراء فقط، وهو ما لا يليق حسب مسؤولين جزائريين بحجم الطموحات المنعقدة على اللجنة الحكومية الجزائرية الفرنسية التي لم تعقد منذ 4 سنوات. موقف الجزائر ازداد تمسكاً بقرار التأجيل بسبب رفض فرنسا الاعتراف بجرائمها في الجزائر. السلطة في الجزائر لم ترد أن تغامر بزيارة من هذا النوع حتى لا تتصادم أيضاً مع الشعب، لأنه اليوم الشعب الجزائري أصبح يطالب باعتذار فرنسا عن جرائمها المختلفة، يعني منذ 1830 وليس فقط أثناء الثورة، وباسترجاع الأرشيف وببعض المحفوظات أيضا المتواجدة في فرنسا. وبينما لم يصدر أي رد فعل رسمي من السلطات الجزائرية، نفى وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمون بون وجود أي توتر بين باريس والجزائر حول تأجيل زيارة كاستيكس، معتبرا أن تصريحات الوزير الجزائري لا تستحق استدعاء السفير الفرنسي في الجزائر. رغم مساء الرئيسين عبد المجيد تبون وإيمانويل ماكرون لإعادة دفء العلاقات بين الجزائر وفرنسا، لكن المراقبين يؤكدون بأن العلاقة الثنائية بين البلدين لا يمكن لها أن تتخلص من تبعات الماضي المشترك. كريم قندولي، قناة الغد، الجزائر.